طيب أيهما أكمل، أن تقول لإخوانك للمحاجين المعتمرين هالأخ صايم الله يرضى عليك دامك صايم لا تنسانا بالدعاء، أو أن لا تسأل الناس ذلك، أيهما أكمل؟ ها؟ أن لا تسأل، بل اجعل ثقتك بالله عز وجل هو يسمع دعائك، لا تنتظر فلان يدعو لك. ولذلك كثير من الناس يكثر على الناس ادعونا ادعونا ادعونا، وين بيتذكرك انت ولا فلان ولا علان؟ عسى ما سمع واحد يعتمر ولا حد، بس لا تنسانا بالدعاء. هذا لو كان مشروعا لانتشر عند الصحابه يحجون ويعتمرون، ما كان يقول احدهم للاخر ايش لا تنسانا لا تنسانا. لكن المشروع ان المسلم يدعو لاخوانه بالعموم والخصوص من غير ان يسالوه، لا تسالني ولا اسالك، ما دمت اخا لي وانا اخوك يدعو بعضنا البعض. فاذا دعوت لاخيك اصلا بظهر الغيب قال الملك الموكل امين ولك مثله، يعني وكل الله ملك يؤمن على ماذا؟ على دعاء من دعا لاخيه بظهر الغيب، وهذا اكمل من ان توجه له الدعاء وتدعو بوجهه. لأن إذا دعوته بوجهه ربما تريد مصلحة أو تريد تبين أنك تحبه ولا عشان يصفط لك حاجة ولا صح ولا لا، لكن هو ما يعلم عنك. وبعض الناس يرسل رسالة بجوار بيت الله الحرام وقد دعوت لك، يا أخي ادعو بدون تقول لي، هذا كله إيش؟ هذا خلاف الأكمل. ادعو الله عز وجل وحده، ولا يعلم بدعائك لأخيك إلا الله عز وجل. والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، حتى اللي ما تعرفهم تدعو للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات أحياء منهم والأموات، تدعو لوالديك لإخوانك لزوجتك لأولادك للصغار للكبار، حتى أولادك اللي ما أتوا تدعو الله لهم. كيف تدعو الله؟ أن يرزقك ذرية صالحة طيبة، أن يصلح لك ذرية، أن يرزقك ذرية وأن يصلحهم وأن يجعلهم ذرية صالحة طيبة، هذا لا بأس به. وذاك شيخ الإسلام تيمية قال رحمه الله، قال لا بأس أن تقول لأخيك ادعو الله لي وقصدك بذلك حتى إذا دعا لك يقول الملك الموكل آمين ولك مثله، يعني تريد مصلحته بهذه النية. تصوروا شوف الدقة. فأنا أقول يا أخوان أن بعض الناس كل ما رأى شخصا ادعو لي ادعو لي ادعو لنا لا تنسانا بالدعاء بالدعاء، يمكن يقول للناس ادعوا لي ادعوا لي ادعوا لي اكثر ما هو ايش يدعو الله بنفسه. لو قلت متى اخر مره رفعت يديك لله عز ودعوت؟ يمكن والله ما اذكر، بس كم مره قلت حق واحد؟ يمكن لو يتصل بالهاتف بالخطا الف لا لا غلط الرقم زاكته، بس ادعوا لنا معك بعد. اي والله والله حقيقه يا اخوان، عسى ما في ناس على طول قبل لا يسلم قبل لا يمشي ادعوا لنا يلا السلام عليكم لا تنسونا بالدعاء لا تنسونا لا تنسونا، هذا خطا. خير الهدي هدي من هذا محمد صلى الله عليه وسلم، كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك؟ هل أرشد إلى ذلك؟ هل الصحابة كانوا يفعلون ذلك؟ ودائما يأتيك واحد عنده مشكلة عنده كرب عنده مرض فيقول لك ادعو لي، والله ادعو لنا، تقول أخي أنت ادعو ادعو الله عز وجل، أنا إن شاء الله راح أدعو لك بس أنت ادعو الله. فوالذي لا إله إلا هو، أنت أقرب إلى الله مني. لماذا؟ لأنت مكروب أنت مضطر، وربنا ماذا يقول؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه. لماذا المظلوم دعوته مستجابة ليس بينها وبين الله حجاب؟ لأنه مضطر يخلص الدعاء لله عند الضرورة عند الاضطرار، ويسأل الله عز العبد بإخلاص يخلو قلبه من أن يلتفت إلى شيء آخر. هذه لحظة قوية. أنا إيش دراني عنك أنت إيش فيك مرض ولا زوجتك ولا ابنك ولا كذا، أنا بروح بحالي عندي أشغالي عندي أموري، زين أدعو حق نفسي زين شايل نفسي أنا عشان أدعو لك، هذه حقيقة. لكن أنت المكروب أنت اللي عندك مشكلة أنت اللي ابنك مريض أنت اللي والدك في حالة في حالة في حالة حرجة ولا والدتك ولا عندك واحد في العناية المركزة، أنت الآن قريب من الله أقرب. أنا ممكن أجامك أقول إن شاء الله.